كتاب تخريج الفروع على الأصول، كتاب الإجارة. المسألة هذه فيها بعض الصعوبة لكن نيسرها إن شاء الله. هنا الإمام الشافعي يعتقد أن المنافع هيئة قائمة بالمحال، تنزيلها منزلة الأعيان في عقد الإجارة حتى أثبت لها أحكام الأعيان. والمعنى أن الشافعي يقول المنافع هذه المنافع معدومة الآن، صحيح؟ قال ونحن ننزل المعدوم منزلة الموجود، كالإجارة في الدار. أنا عايز أسكن في هذه الدار، السكنة هي المنفعة، صحيح ولا لا؟ بوجود الدار أنا لسه ما سكنت، حتى لو تم العقد أنا ما سكنت، لأنتفع يبقى أجلس وأنام وأتي بطعام وشراب والأهل والأولاد. هو هنا الآن الإمام الشافعي يقول المعدوم ينزل منزلة المعلوم، والباطن يكفي عنه الظاهر. تأصيل ده، هذا التأصيل عام في عقود المعاملات. فهو جعل المنافع هيئة قائمة بالمحال تنزل منزلة الأعيان، لذلك قال الإجارة صنف من البيع، ثم قضى بأن المنافع المعقود عليها تملك مقترنة بالعقد. يعني عندما يعقد تملك المنفعة وإن كانت معدومة، لأنه سيملك مفتاح الدار، تملك المنفعة. نعم. وإن ترتبت في الاستيفاء شيئا فشيئا، كل ما يستخدم كل ما يكون قد ملك المنفعة هو الآن. لكن كما قلنا هو ينزل المعدوم منزلة، ينزل المعدوم منزلة الموجود. أما الأحناف فذهبوا أن المنافع المعقود عليها لا تملك مقترنة بالعقد، بل تملك شيئا فشيئا. وهذا الاختلاف بينهما أدى إلى اختلاف في الفروع، واستدلوا على ذلك بأن المنافع معدومة لدى العقد، فلا يملكها مالك الدار قبل وجودها، إذ يستحيل أن يملك عليه ما لا يملكه. قالوا هذا هو الذي اقتضى من حيث القياس بطلان الإجارة، لأنها كأنها كالبيع المعدومة، أو كأنها بيع معدوم، حقا بيع معدوم. ونحن قلنا لا، المعدوم نزل منزلة الموجود، إذ العقد لا بد له من محل مملوك مقدور على تسليمه معين. هذه معاني الثلاثة مشهودة في العقد، غير أنها سقطت إلى خلف أقيم مقامها، وهي تلك الدار المقدور على تسليمها. وجه الخلفية فيها أن الدار سبب للمنافع وهي سبب وجودها، والأحكام قد تناط بأسباب المعاني فتنزل منزلة أعيان المعاني المعلومة، يعني ليس الألفاظ فقط، تنزل منزلة الأعيان المعلومة. قال وكذلك ارتباط حكم الكفر والإسلام بنطق اللسان مع الإعراض عما في الجنان، من تلفظ بالكفر دون إكراه يكفر، واللي في الجنان يحاسبه الله، نحن نحكم على الناس بالظاهر. وهذه كلها صور يعضد بعضها بعضا على ما تبناه الإمام الشافعي بإنزال المعدوم منزلة الموجود. ارتباط الرخصة بصورة السفر مع الإعراض عن المشقة، يعني إن كان مسافرا له، وإن كان هو مسافر مرفه وما في مشقة له القصر والجمل، لأن المسألة لا تنضبط بالمشقة، المشقة هذه الحكمة وليست العلة. نعم. وارتبطت العدة بسبب الشغل وهو الوطن مع الإعراض عن الشغل، وارتبط التكليف بالإسلام والبلوغ مع الإعراض عن المعنى والهداية، هو الهداية. يتفرع على ذلك هذا الأصل مسائل، من المسائل أن الأجرة تملك بنفس العقد في الإجارة المطلقة عندنا عند الشافعية دفعة واحدة كالثمن في أي الأعيان، يعني عندما يكتب عقد الإيجار هو تملك هنا، فالأجرة تملك، مالك الدار يملك الأجرة بنفس العقد وليس شيئا في شيئا. لما يجلس أسبوع يعطيه الأسبوع، يجلس أسبوع الثاني يعطيه الأسبوع الثاني، لا، هو لما أجر عاما المالك يستحق ثمن العام، لو ب12 ألف أو ب10 ألاف في العام يأخذ ال10 ألف في العقد، يملك الأجرة بالعقد، لأننا قلنا بأننا نزلنا المعدوم منزلة الموجود هي الدار.
أما الأحناف قالوا تملك يوميا فيوميا، ساعة بساعة، شيئا فشيئا. والصحيح الأول، ومنها من المسائل المختلفة فيها، ومنها الإجارة إجارة المشاع جائزة تنزيلا لبيع المنافع منزلة بيع الأعيان، تنزيلا لبيع المنافع منزلة بيع الأعيان، فبيع المشاع يصح، إذا إجارة المشاع تصح. والأحناف قالوا لا يجوز، أن استفاء منفعة شائعة غير ممكن، فإن السكنة فعل لا يتبعض. والصحيح أن إجارة المشاع أيضا صح، هو المشاع الذي اختلط، المشاع الذي اختلط ولا 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 تعرف له الحدود. نعم. وهذا يتصور أن يملك جزءا من أرض مع أخيه أو مع أبناء عمومته ويؤجر الجزء الذي يملكه، يؤجر الجزء الذي يملكه وهو مشاع في الأرض. نعم. ومنها أن الإجارة لا تبطل بموت المستأجر، لأنه ملك المنافع بالعقد. احنا قلنا طالما أنزلنا المعدوم منزلة الموجود إذا ملكها، فلما ملك المنافع إذا هي تورث، هو ملكها دفعة واحدة. والفرق بين قولنا وقول الأحناف أنه يملكها شيئا فشيئا، لكننا لما أنزلنا المعدوم منزلة الموجود قلنا ملكها دفعة واحدة، ومعنى أنه ملكها دفعة واحدة يبقى إذن تورث. أما عند الأحناف فلا، هو ما امتلك إلا الجزئية التي مات عندها فلا تورث. لكن لما قلنا نحن أن المعدوم نزل منزلة الموجود وامتلكها بالإجارة كلية صارت تورث، يرثها الوارث يرث ذلك وينتفع في هذه السكنة في المدة المضروبة. ومنها أن المؤجر إذا مات لم ينفسخ العقد، لأنه مات بعد زوال ملكه، لأنه لا يملك المنفعة هذه، فلا ينقلب إلى وارثه بموته، فيبقى المستأجر على ملك منافعه حتى تنقضي المدة. وعندهم ينفسخ لأن المستأجر لا يملك إلا شيئا فشيئا. ومنها أن إضافة الإجارة إلى السنة القابلة لا يصح عندنا، لما؟ لتعذير التسليم، وعندما يصح بناء تحدد العقود بحسب وجود المنافع شيئا فشيئا. وهذه آخر المسائل التي تتعلق في ملك المنافع، نكتفي بها لأننا على الطريق. وجزاكم الله خير الجزاء، والحمد لله الذي أتم علينا وعليكم النعمة وأنجز لنا دروسنا ولم يتوقف منها شيء. نسأل الله أن نكون على ذلك إلى مماتنا، ونسأل الله في عليائي أن يشكر لكم المثابرة والصبر على طلب العلم، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين والمصدقين المصدقين والمخلصين المخلصين. اللهم أمين يا رب العالمين.